وتفاصيل كتير واخبار كتير، لكن بالتاكيد اذهب الى زميلي العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي، موجود مع بعثه الاهلي في تونس عشان نعرف منه كل الجديد. مساء الخير يا فاروق، برحب بيك في البدايه، الحمد لله على السلامه، وعايز اعرف منك كل الاخبار المتعلقه بالبعثه منذ ان وصلت بالامس حتى هذه اللحظات وقبل انطلاق اول مران للفريق بعد لحظات. كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من تونس الخضراء وبالتحديد العاصمة تونس، مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لدور أبطال إفريقيا. طبعا لا صوت يعلو فوق هذه القمة، النهائي المبكر اللي بيجمع ما بين اثنين من أفضل يعني فرق القارة السمراء، فريق النادي الأهلي طبعا حامل اللقب في مواجهة فريق الترجي التونسي. هنا كل الأحاديث سواء في تونس سواء في مصر، طبعا المباراة بتحظى بأهمية وشعبية كبيرة جدا، وده اللي لمسناه لدى وصولنا بالأمس في مطار قرطاج، وكان في استقبال فريق النادي الأهلي معالي السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية، وأيضا الأستاذ حمدي المؤدب برئيس مجلس إدارة نادي الترجي التونسي اللي كان حريص ان هو يستقبل فريق النادي الاهلي اللي بيحظى طبعا بحفاوه الاستقبال، ونقول ان هي بتدل على قيمه ومكانه العلاقه الوطيده جدا اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي. نتكلم بقى محمد على فريق النادي الاهلي واخر استعداداته، يعني النادي الاهلي يعني خلال هذه اللحظات مستر بيتسو موسيماني بيعقد محاضره فنيه مع اللاعبين، بيتفرج على طبعا هو كان تابع كافه اللقاءات فريق الترجي في الفتره الاخيره، بيقف على الايجابيات والسلبيات الخاصه بفريق الترجي التونسي، وبيشرح للاعبين بعض الامور الفنيه اللي هو هيطبقها النهارده في التدريب. طبعا النادي الاهلي عنده غياب لمحمد هاني في مركز الظهير الايمن، مستر بيتسو موسيماني طبعا عنده اكتر من حل سواء اكرم توفيق سواء احمد رمضان بيكم، كلها حلول بيفكر فيها بيتسو مستر بيتسو موسيماني في هذا الامر. في المحاضره الفنيه طبعا بيقف على كل النقاط الخاصه بفريق الترجي التونسي اللي تابع يعني كافه مباراته زي ما قلنا في الفتره الاخيره. برضه نتكلم محمد على حاله اللاعبين المصابين في النادي الاهلي، عايز اطمنك على كافه اللاعبين المصابين اللي كان يعني خلال الفترة الأخيرة، سواء أكرم توفيق اللي كان أصيب بكدمة، لكن أنا بطمنك عليه في فحص طبي يعني تم إجراءه ليه أكرم توفيق، وهيشارك بصورة كاملة إن شاء الله في المران اليوم. أيضا محمد مجدي قفشة يعني زي ما صرح لنا الدكتور أحمد أبو عبلة وطمنا على محمد مجدي قفشة والبرنامج التأهيلي اللي خضع ليه، واللي كان عنوانه التصميم والإرادة عند محمد مجدي قفشة إنه يكون موجود في هذا اللقاء، وده اللي سهل عملية سرعة عودة محمد مجدي قفشة في الفترة الحالية. أيضا طاهر محمد طاهر اللي كان تعافى بعد يعني بعد إصابته في معسكر المنتخب الاولمبي، لكن طمنا ايضا عليه الدكتور احمد ابو عبله وقال ان طاهر جاهز لمواجهه فريق الترجي التونسي. يعني نقدر نقول ايضا بالامس كان التحق يعني وولتر بواليا وعلي معلول، علي معلول بعد انتهاء مباراه تونس ومالي، وايضا وولتر بواليا بعد انتهاء معسكر منتخب الكونغو التحق ببعثه النادي الاهلي بالامس سريعا عقب نهايه اللقاء تونس ومالي اللي كان شارك فيه علي معلول لمده 60 دقيقه. والمناسبه يعني مستر بيتسو موسيماني كان قاعد بيتابع اللقاء علشان على حالة علي معلول وأليو ديانج. أيضا أليو ديانج انضم للفريق اليوم وهيكون موجود معنا في المران، يعني اللي هيكون تحركنا ليه بعد قليل هيكون متواجد النادي الأهلي بكافة العناصر. طبعا أنت عارف الانسجام في الفترة الأخيرة، الفريق كان الفترة الأخيرة طبعا ما كانش مكتمل الصفوف في ظل غياب بعض اللاعبين الدوليين أو اللاعبين اللي مع الموجودين مع المنتخب الأولمبي، فالنهارده هيكون أول مران بتكتمل فيه صفوف النادي الأهلي ان شاء الله. يعني عايز اقول لك برضو من الامور المهمه جدا وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس بعثه فريق النادي الاهلي، وايضا مع وجود الاستاذ طارق قنديل وخالد مرتجي اللي بيعقدوا اكتر من اجتماع مع مسؤولي السفاره المصريه لتسجيل كل الامور طبعا، وايضا اختيار ملعب التدريب اللي خلاص تم الاتفاق عليه ان النادي الاهلي هيقدم تدريباته على الملعب الفرعي برادس، هتستمر عليه تدريبات فريق النادي الاهلي حتى يعني المران اللي هيكون المران الاخير على الملعب الرئيسي اللي هيكون يوم الجمعه، ثم المباراة هتكون على الملعب الرادس إن شاء الله أو ملعب حمادي العقربي، يعني مع تغيير الاسم يا محمد زي ما أنت عارف إن تم تغيير ملعب رادس أو تغيير اسم ملعب رادس من الملعب الأولمبي برادس إلى حمادي العقربي اللاعب التونسي اللي كان توفى، وتم إطلاق الملعب باسم حمادي العقربي. نقدر نقول إن كل الأمور وكل التفاصيل الخاصة بالفريق يعني بتسير على أفضل ما يرام، والتنسيق اللي بيتم ما بين الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ مع مسؤول السفارة المصرية زي ما قلنا تحدد معاه التدريب. ايضا الاجتماع الفني هيكون يوم الجمعه، لكن تقدر تقول من بعض الامور الخاصه بالاجتماع الفني خاصه بلبس الفريقين، طبعا نادي الترجي يبقى الزي بتاعه المميز الاحمر في الاصفر، النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا يبقى ما بين القميص الازرق،
كل الامور دي هتبان في الاجتماع الفني اللي هيتم عقده ان شاء الله يوم الجمعه. ايضا الامور الخاصه بحضور الجمهور ويعني خلاص ان تقدر تقول النسبه اتحددت خاصه من موافقه المسؤول الحكومه هنا في تونس والاتحاد الافريقي على وجود 5000 متفرج طبعا ما اتخذ كافه الاجراءات الاحترازيه. عايز اقربك ايضا يا محمد من معسكر فريق الترجي التونسي ومعين الشعباني اللي دخل يعني دخل بالفريق معسكر مغلق منذ اول امس، يعني فارض ايضا نوع من السريه على تدريبات فريق الترجي التونسي وبيرفض حاله من التعتيم الاعلامي منع كافه يعني الحديث الصحفيه سواء لي او للاعبين. طبعا بيعود محمد علي بن رمضان وعبد القادر بدران والمعز بن شريفيه بعد مشاركتهم مع المنتخب، وايضا بيعود الحارس مصطفى فاروق. يعني تقدر تقول ان بعض اللاعبين اللي كانوا غائبين عن فريق الترجي التونسي في الفتره الاخيره، هنا يعني النادي الاهلي حاله من الجديه حاله من التركيز بتفرض نفسها على معسكر وبعثه فريق النادي الاهلي. ايضا الناحيه الثانيه الجانب الاخر فريق الترجي التونسي حاله من الجديه من التركيز بتفرض نفسها ايضا على فريق الترجي التونسي، لكن بمشيئه الله محمد لعيبه النادي الاهلي قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصار في المباراه الاولى او الشوط الاول هنا في تونس، ومن ثم ان شاء الله تحقيق الفوز ان شاء الله في مباراه العوده، ومن ثم ان شاء الله الصعود الى المباراه النهائيه وتحقيق اللقب العاشر بمشيئه الله. من جديد اتعود ليك الكلمه يا محمد. اهلا بحضراتكم من جديد، شكرا بالتاكيد للزميل العزيز فاروق صلاح على كل هذه الايضاحات، ونتمنى التوفيق يا رب للاهلي في مباراه رادس. قاتله في رادس.